بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوان الأفاضل وأخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا الدروس عن اللغة الإنجليزية. أسأل الله أن ينفعنا وينفعكم في الدارين. وياكم وراء ميكروفون أخوكم عناية الله خان. درسنا اليوم بيكون إن شاء الله الدرس السابع. في الدرس السادس أو الدرس السابق تكلمنا عن الوقت ومفردات الوقت أو time أو time vocabulary. فالدرس اليوم إن شاء الله راح يكون عن الجمل أو sentences وأنواع الجمل أو types of sentences. قبل ما نبدأ الموضوع نتكلم عن شوية عن الجملة. ما هو الجملة أو a sentence؟ sentence a group of words or a single word that expresses a complete thought, feeling or idea, and it generally begins with a capital letter and ends with a punctuation mark. الجملة مجموعة من الكلمات أو كلمة واحدة أن يعبر عن فكرة مكتملة وشعور أو فكرة، وتبدأ الجملة عادة بحرف كبير وتنتهي مع علامة التنقيط. فما هو العلامات التنقيط أو punctuation marks؟ فإن شاء الله بنتكلم عندنا درس عن هذا الموضوع. قبل ما نبدأ الموضوع هناك ملاحظة مهمة جدا أو important note، اللي sentences in English must have a verb unlike Arabic sentence which can be without a verb. يعني الجملة باللغة الإنجليزية لابد يعني أن تحتوي على الفعل، خلاف اللغة العربية التي قد تكون فيها الجملة اسمية أي بدون فعل. مثلا عمر مهندس، ولو أردنا نترجم هاي الجملة إلى الإنجليزية حرفيا نقول عمر إنجينير، وهذه جملة خاطئة لعدم احتوائها على فعل، والصحيحة أن ندع لها فعل فتصبح الجملة عمر is an engineer. يعني مثلا بالإنجليزي نقول عمر إنجينير، this sentence is without verb and a wrong sentence. The correct sentence after using verb is Umar is an engineer. يعني مثل ما قلت هذه الجملة بدون فعل Umar engineer جملة خاطئة لعدم احتوائها على فعل، والجملة الصحيحة أن نضع لها فعل فتصبح الجملة Umar is an engineer، وهذه جملة الصحيحة. والحين نتكلم عن أنواع الجمل. بالإنجليزي عندنا ثلاثة أنواع من الجمل sentences أو types of sentences. أول شيء simple sentence أو الجمل بسيطة، والنوع الثاني compound sentences أو الجمل المركبة، والنوع الثالث complex sentences أو جمل المعقدة. فإن شاء الله يعني لأن هاي دروس يعني للمبتدئين، فإن شاء الله يوم نبدأ الدروس للمتوسطين أو المتقدمين بنتكلم عن تفاصيل عن الـ compound sentences و complex sentences. فهاي للدرس راح نتكلم عن simple sentences فقط. simple sentences أو جمل البسيطة. A simple sentence has the most basic element that make it a sentence. A subject, a verb, and an object. أو الجملة البسيطة وأهم العناصر الأساسية التي تجعلها الفاعل والفعل والمفعول به. مثلا الحين نأخذ المثال عن simple sentence أو جملة البسيطة. الجملة البسيطة عنده ثلاثة أنواع: affirmative sentence أو جملة ثابتة، negative sentence الجملة منفية، interrogative sentence أو جملة سؤالية. أول شيء نتكلم عن الـ affirmative sentence أو جملة ثابتة. I learn English، أنا أتعلم اللغة الإنجليزية. شو بيكون جملة منفية؟
أو negative sentence I do not learn English أنا ما أتعلم اللغة الإنجليزية. وشو بيكون الجملة السؤالية أو interrogative sentence Do I learn English أو هل أنا أتعلم اللغة الإنجليزية؟ فهاي يعني أنواع الجمل في simple sentence أو الجمل البسيط. A simple sentence يعني مثل ما قلنا يعني أو جملة بسيطة تحتوي الفاعل أو subject، الverb أو فعل أو object أو المفعول به. فالحين نتكلم شوي عن الفاعل والفعل والمفعول أو subject، verb و object. subject أو فاعل: doer of an action in a sentence it can be a noun or a pronoun. يعني الفاعل اللي يعمل أو يسوي شيء في الجملة، ويمكن الفاعل يكون اسم أو الضمير. الverb أو فعل: part of speech used to express action or the relationship between the subject and object in a sentence. يعني جزء من أقسام الكلام نستخدم للتعبير عن العمل أو علاقة بين الفاعل والمفعول به في الجملة. وكذلك object أو مفعول به: is the recipient of action in a sentence. مفعول به يعني متقبل أو مستلم العمل في الجملة. على سبيل المثال: I pray fajr. في هاي الجملة I هو subject أو فاعل، يعني اللي يسوي شيء. الحين منو يسوي شيء؟ I أو أنا. والشيء الثاني اللي عندنا في الجملة وهو pray أو يصلي. يصلي هاي العمل أو action بالإنجليزي. وشيء ثالث اللي عندنا في الجملة فجر أو object، يعني هاي للمفعول به في الجملة اللي يتقبل العمل. ف I pray a fajr هاي الجملة اللي تحتوي ال subject أو فاعل، وبعدين ال verb أو الفعل، وبعدين object أو مفعول به. نشوف بعض الأمثلة عندنا بالإنجليزي، يعني 9 الضمائر. فإن شاء الله يوم نتكلم الموضوع الضمائر بنتكلم، بس حاليا يعني عليكم وعلينا يعني نحفظ هاي أنواع الضمائر، 9 ضمائر. نبدأ بالآي أو أنا. مثل ما تشوفون على الشاشة هاي لل subject أو الفاعل، الverb أو فعل، object أو مفعول. I love Arabic أنا أحب اللغة العربية. أنا هو الفاعل أو subject، love الفعل، Arabic object أو مفعول. We play football إحنا نلعب كرة القدم. We مثل ما تشوفون subject، play verb أو فعل، football مفعول به أو object. They read the Quran هم يقرؤون القرآن. they subject read verb the Quran مفعول به أو object. أحمد and عمر يعني يمكن يكون الحين في هاي ال subject يعني هناك شخصين أحمد وعمر، ويمكن يكون أكثر من الاثنين، لأن باللغة الإنجليزية عندنا المفرد والجمع، مو مثل بالعربي عندنا مثلا الواحد والاثنين والجمعة، بس باللغة الإنجليزية عندنا المفرد والجمعة. يعني إذا زاد أكثر من واحد نسمي جمعة. فأحمد and عمر clean the room أحمد وعمر ينظفون الغرفة. أحمد وعمر هني subject أو الفاعل، clean الverb أو فعل، the room object أو مفعول به. you drink water أنت تشرب ماء أو أنتم. الملاحظة الثانية اليو المساوي باللغة الإنجليزية، يعني نقدر نستخدم يو بمعنى يو، أنت، أنتي، أنتما، أنتم، أنتن. ف يعني نستخدم لجميع الضمائر اللي عندنا بالعربي، فقط الكلمة يو لجميع. ف يو درينك واتر أنت تشرب ماي، أو يمكن يكون أنت تشربين ماي، أو يمكن يكون أنتما تشربا الماي.
أو أنتم تشربون الماء أو أنتن تشربن الماء. نتكلم إن شاء الله بالتفاصيل عن الضمائر في الدروس القادمة إن شاء الله، وذلك الأمثلة. He listens نشيد، هو يسمع نشيد. He يعني هو، listens يسمع، نشيد نشيد. الحين يعني زدنا اس مع الفعل، ليش زدنا هاي اس؟ هاي للموضوع الفعل المضارع البسيط او present simple tense، بنتكلم ان شاء الله الحين. هذا مو بمحل هاي للموضوع، فان شاء الله بنتكلم بالتفاصيل ان هاي الموضوع ليش زدنا اس، ليش ما مثلا ما نزيد اس اذا استخدمنا اي مثلا. نفس الجملة اذا قلنا مال اي listen نشيد، يعني ما نقول اي listens نشيد، هاي غلط. وليش نستخدم يعني ال اس مع ال هي و شي و ات والسنجلر او المفرد؟ فهاي الموضوع ان شاء الله عندنا في المضارع البسيط، ونتكلم في التفصيل. وذلك she helps her mother، هي تساعد امها. she الحين subject helps verb her mother امها object او مفعول به. it eats fruit يعني it نستخدم باللغة الإنجليزية it لشيء الحيوان أو للشيء غير عاقل أو جامد. it هذا أو هذه يأكل fruit الفواكه، يعني it subject أو فاعل، eats verb أو فعل، fruit فواكه مفعول به أو object. أحمد sleeps early يعني أحمد ينام أو يرقد مبكرا. في هاي الجملة أحمد subject sleeps verb أو فعل عفوا early مفعول به. والحين التمارين أو الهومورك لكم، عليكم أن تكتبون الجمل من هاي الكلمات اللي تشوفون على الشاشة. الكلمة الأولى work أو يعمل، sit يجلس، go يذهب أو يسير، wash يغسل، sleep ينام أو يرقد. فعليكم من تكتبون الجملة من هاي الكلمات. وانتهى الدرس اليوم. لا تنسونا أن ترسلون أي ملاحظة على الإيميل badrkhaninstitute@hotmail.com، ولا تنسون عن تعليقاتكم على الفيديو عن دروس لو سمحتم. وجزاكم الله خير على حسن المتابعة. لا تنسونا من صالح دعائكم. مع السلامة.